وسط أجواء عائلية ألفها عناصر الخضر يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته لمونديال جنوب أفريقيا، تحضيرات ستدخل مرحلة الجد ابتداء من هذا الأربعاء بعد التحاق جميع اللاعبين بفندق غولف أند بالاس بأعالي كران مونتانا في سويسرا، هذا الفندق الذي تزين بألوان الجزائر الوطنية. الطاقم الفني للخضر يهدف من هذا المعسكر الذي سيستمر حتى 27 من مايو أيار إلى الوقوف على إمكانيات اللاعبين وأوضاعهم البدنية والصحية نهاية الموسم. يعني في أسبوع الأول خاصة تاع كرومونتانا تقييم طبي وبدني وكذلك لكل لاعبين، والأسبوع الثاني وتعويض طبعا على الارتفاع، و بعد هذا مباشرة يبقى لنا أسبوع نشتغل مباشرة نرجعوا، لأن يبقى لنا 3 أسابيع قبل بداية كأس العالم نبدأ نشتغل مباشرة من ناحية التقنية والتكتيكية باش نرجعوا الفريق للميدان، وخاصة للتنسيق من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية. قد يكون هاجس سعدان ومساعديه هو الإصابات، ولكنها في مجملها لا تثير القلق، خصوصا فيما يتعلق بمجيد بوغرة ورفيق حليش ورفيق صيفي، ولكن إصابة مراد مجني تبقى الأكثر تعقيدا وإثارة لسؤال مدى إمكانية مشاركة نجم لاتسيو في مونديال جنوب أفريقيا. قبل هذا التجمع كان لدي 3 أشهر للعلاج، وهي مدة طويلة كانت فيها نتائج طيبة، وبعدها تعرضت لعدد من المضاعفات، لكن لحد الآن كل شيء بخير والحمد لله، حيث تحسنت بشكل أفضل، ورويدا رويدا سأضاعف التمارين للالتحاق بالمجموعة. المنتخب الجزائري تدعم بعناصر جديدة تحمل لأول مرة ألوانه، عناصر تأقلمت واندمجت سريعا ضمن المجموعة. التجمع يسير في أجواء جيدة، تأقلمنا بسرعة مع الفريق، فالمجموعة فتحت لنا ذراعيها، والآن علينا تقديم أفضل ما لدينا لتأكيد ما نحن قادرون على فعله. الأسبوع الأول من معسكر الخضر بدأ بوتيرة عمل تصاعدية ستبلغ الذروة عشية مباراة إيرلندا في 28 من هذا الشهر، وسط ظروف مثالية وفرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبحضور عشاق محاربي الصحراء طبعا الذين يرافقونهم أينما حلوا. الخطوة التحضيرية الأولى للمنتخب الجزائري لمونديال جنوب أفريقيا بدأت في كران مونتانا في سويسرا، خطوة لم يلتئم فيها بعد شمل كل لاعبي المنتخب، ولكن ابتداء من الأسبوع الثاني من هذا المعسكر فإن ساعة الجد ستحين، ومعها ستحين أيضا ساعة العد العكسي للعرس الكروي العالمي. محمد الوضاحي، الجزيرة الرياضية، من كرام مونتانا سويسرا.